كمية الحروب الكارثية اللي أنا أشهدها يعني على مدى 12 عام. يعني أنا خدمت 12 سنة جيش، تخللت هاي ال 12 سنة تخللتها فترة السجن 5 سنوات في أبو غريب. يعني حكمت 10 سنوات في محكمة الثورة. ليش؟ لأنه أنا ضد النظام أصلاً، وتبولت على جدارية لصدام حسين. ما كانش فيه تواليت في العراق؟ ما فيش الجداريات في العراق أكثر من عدد التواليت الموجودة في الشوارع. وأثناء اعتقالك هل تعرضت لتعذيب؟ نعم، تعذيب. فترة التحقيق دامت حوالي 9 أشهر، التحقيق مستمر، لأنه أنا سابقاً كنت شيوعي أيضاً ومن عائلة شيوعية أيضاً. تعرف إلى أنواع التعذيب، يعني تعليق التعليق بالسقوف، الضرب، الفلقة، التعذيب النفسي أيضا، التهديد. كل اثنين أساتذة كانوا في أكاديمية الفيرون الجميلة تم إعدامهم بسبب وشاية. واحد من عندهم رفض يرسم صورة صدام حسين. هذا الكلام كان بالسبعينات، نهاية السبعينات، سبعينات. أعدموهم بعد محاكمة؟ ما حد يعرف لحد الآن، بس فقط نعرف أنه اختفوا وانتهوا، يعني انعدموا. شفت المقابر الجماعية؟ تنسيب فوزي أحمد رسول إلى ديوان رئاسة الجمهورية.